عندنا حدوته، عندنا حدوته. يلا كله يربع ايدي كده ويجهز نفسه، بس لسه ما ربعوش. في يوم من الايام كان في راجل على قد حاله، وهو ماشي في الشارع لقى جوهره بتلمع وجميله كده ومغريه وشكلها رائع. فرح جدا وقال اخيرا اخيرا ابقى غني ويبقى عندي فلوس كتير. وراح فورا بالجوهره اللي لقاها لمحل مجوهرات الطبيعي يعني، ولما فحصها قال له لا دي فالصو. الراجل الغربان ما صدقوش وفضل يزعق ويقول له انت كذاب، انت حرامي، انت عاوز تسرقها مني، طب افصلها باي حاجه كده يعني، انت غشاش على فكره. يا عم بقول لك فالصو. قال له طب هات الجوهرة الفالصو، وخدها ومشي. وراح لبياع تاني وقال له شوف يا عم الجوهرة دي تسوى لها كام وهعمل لك خصم كبير فيها. والله اسف يا فندم الجوهرة فالصو. فالصو؟ وهاتك يا شتايم وزعيق و و و ومشي يعدي على واحد والتاني لحد ما عدى على يجي 10 مثلا، وكلهم بيقولوا نفس الكلام. كل مره كان الراجل الغلبان بيثور جدا وبيتهمهم بالغش والخداع وان هم كلهم عايزين يسرقوه. الحقيقه فين؟ هنعرف. راح في الاخر لواحد وراه الجوهره وهو بيعيط وقال له انا كل ما اروح لحد يقولوا لي انها فالصو عايزين يغشوني، وانا حاسس انك الوحيد اللي هتقول الحقيقه، هي فالصو؟ قال له لا طبعا، دي كنز، دي جوهره نادره جدا ما تتقدرش بثمن، مين اللي قال لك فالصو؟ قال له كلهم قالوا لي فالصو. قال له لا دي جوهره ثمينه جدا. طب اشتريها مني. الراجل قال له بقول لك دي ما تتقدرش بثمن، انا ما اقدرش على ثمنها، الوحيد اللي يقدر على ثمنها هو جلاله الملك. استنى بقى لما يجي واعرضها عليه وهو اكيد هيشتريها منك بالسعر اللي انت عاوزه. طب الملك هيجي امتى؟ انا الحقيقه ما اعرفش، هو ملوش مواعيد، ممكن يجي اي يوم. انا ممكن اخليك تشتغل معايا واعلمك صنعه وكل يوم هدي لك فلوس تكفيك انت وولادك، وهتبقى موجود هنا، ولما الملك يبقى ياخدها ابقى بيع الجوهره واديله الفلوس، وابقى اديني جزء من الفلوس لو عايز تديها لي اللي انت يعني اخدتها مني. ومرت ايام وشهور والراجل الغلبان بيتعلم الصنعه وبقى شاطر جدا فيها، وبقى يقدر يفحص بنفسه اي جوهره ويعرف الجوهره حقيقيه ولا فالصو. وبدا يشك وبدا يبص للجوهره كل يوم نظرات متفحصه، ويبص للتاجر وما يعلقش، لحد ما جه اليوم المنتظر والملك جه. جري الراجل وعنده لسه امل وجاب الجوهره علشان يعرضها عليه، وقال لنفسه أنا هفحصها الفحص الأخير وتأكد إنها فالصو. اكتشف بنفسه إن الجوهرة مش جوهرة ولا تقدر بثمن لأنها فالصو. ما ورهاش للملك ولا اتكلم أصلا معاه، وراح للراجل اللي اتعلم منه واشتغل معاه وقال له أنت ما قلتليش ليه بقى أنت الوحيد إن الجوهرة فالصو؟ يعني أنت الوحيد اللي كنت غشاش في دول؟ ما أنا لو قلتلك إنها فالصو كنت هتشتمني وتزعقلي وتهزقني زي اللي قبلي. انا عملت فيك معروف وعلمتك صنعة وبقيت تكسب، وكمان قدرت تعرف بنفسك هي فالصو ولا اصلية. لما كنتش عملت كده معاك كنت هتفضل طول عمرك عايش في الوهم، ولا هتتعلم ولا هتتغير، وهتفضل فاكر ان كل الناس اللي عايزة مصلحتك هي ناس بتغشك وبتخدعك، وهتعيش في نظرية المؤامرة ولا هتتعلم اي حاجة، ومش هتعرف عمرك الاصلي من المزيف. سكت وقال له صح معاك حق. وبيقول لك الشاهد عشان نطبق الكلام ده علينا، ساعات بنكون حاسين ان احنا جوانا حاجة مش عند حد، ومواهب لا تقدر بثمن، ومفيش زينا ولا حد قبلنا ولا هيجي بعدنا، بس في الحقيقة احنا عمرنا ما جربنا قدراتنا دي واختبرناها بنفسنا. زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اللي على البر عوام. معرفناش احنا ممكن نوصل لحد فين، معرفناش ايه اللي ممكن يوقعنا وايه اللي ممكن يكون صعب علينا وما نقدرش نعمله في الحقيقة. يعني ممكن يكون كل ده فالصو، مجرد كلام وبس في دماغنا. طب نكتشف ده ازاي؟ لما تحط نفسك في بيئة صح تتعلم فيها وتقدر تطور من نفسك وتجرب كل قدراتك وتطور منها، هتعرف بعدها تكتشف نفسك وتعرف نقاط القوة اللي عندك ونقاط الضعف، وتحاول تغير وتطور منها، علشان ما تكتشفش في الآخر ان كل اللي انت كنت وانا وانت وكلنا فاكرينه يطلع فالصو. حوط نفسك بالناس اللي بتطور منك، والناس اللي عايزاك أحسن، والناس اللي عندها استعداد تاخد بإيدك، وهنا دي بيقولوا عليها بداية الاكتشاف. وقتها تقدر تشوف بنفسك إذا كان تفكيرك تفكير أصلي ولا فالصو.